السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. دونك خلال هذه الفقرة هذه ان شاء الله تعالى غادي نكملوا الدروس او لي فيديو اللي كنحطوا على لي فونكسيون. دونك هذه المرة هذه غادي نشوفوا كيفاش كنديروا لي فاريسيون دي فونكسيون، يعني ماشي غادي نرسموا الطابلو وانما غادي نديروا ليتيود ديال لي فاريسيون ديال لا فونكسيون. مثلا كتعطاك لا فونكسيون كيقول لك في ساعه ليتيودي لي فاريسيون دو لا فونكسيون سيغ دو انترفال ولا سيغ تخوا انترفال، المهم سيغ ان انترفال. اولا كيقول لك montrer que f est croissante sur un intervalle et décroissante sur un autre intervalle. من بعد عاد كيطلب منك طابلو دو فاريسيون انطلاقا من لي ريزولتا اللي توصلت ليهم، ماشي كيقول لك مباشره اعطيني طابلو دو فاريسيون. دونك في هذه الحاله انا كتلميذ شنو غادي ندير؟ تبع معايا وغادي تفهم. دونك عندنا المثال الاول، سوا في فونكسيون ديفيني بار، هنا عندنا فونكسيون بولينوم دو سكوند دوغري 2x كاري موان 4x بلس 5. ما قالش ليك دغيا سيرو طابلو دو فاريسيون باش نحسبو موان بي سيغ دوزا اف دو موان بي سيغ دوزا وكنشوفو لو سين ديال عاد كنديرو الطابلو، وانما قال ليك اتيدي لي فاريسيون، يعني خصك انت تدرس هاد لي فاريسيون دادو. دونك اتيدي لي فاريسيون دو اف سيغ لي زانترفال موان لانفيني 1 اي 1 بلس لانفيني. كيفاش غادي ندير ليتيد دو فاريسيون؟ تبع معايا وغادي تفهم. دونك القاعده تقول باش دير لي فاريسيون دي فونكسيون شنو غادي تحسب؟ غادي تحسب طو دو فاريسيون كونتر اي بي اللي كيساوي اف دو ا موان اف دو بي سيغ ا موان بي، والهدف ديالك هو انك تختزل بهاد ا موان بي، يعني هادشي اللي الفوق اللي البسط اللي في البسط حاول ما امكن انك تفاكتوريزي ب ا موان بي سيغ ا موان بي وغتختزل بهادي. هادشي اللي غيشيط لك هنا غادي تدرس الاشاره ديالو، غادي تدرس الاشاره ديالو في هاد الانترفال وفي هاد الانترفال وفي هاد الانترفال. الا لقيتي الا درسنا الاشاره ديال هاد التعبير هذا لقيتي بلي ان لو طو دو فاريسيون بوزيتيف، هذاش كيعني كيعني ان اف هي كرواسونت. لقيتي بلي ان لو طو دو فاريسيون نيجاتيف، هذا كيعني ان اف اي دي كروسونت. عرفنا ان اف اي دي كروسونت. دونك هادو هما المعلومات اللي غادي نخدمو بهم. كيفاش غادي نحسبو الطو دو فاريسيون؟ كيفاش غادي نفاكتوريزيو هاد ليكسبرسيون؟ كيفاش غادي ندير ليتيد سين؟ تابع معنا ان شاء الله تعالى وغادي تفهم. دونك ندوزو المثال اللي عندنا. دونك في البدايه دونك عندنا كيستيون 1، نحددو دي دو اف. دي دو اف هنا راه هي دونك سوا ا بي ابارتيان اون ان، وغادي نحسبو لو طو دو فاريسيون. عطاتينا اف دو ان موان اف دو بي سيغ ان موان بي. منين غنجيب انا اف دو ان؟ منين غنجيبو اف دو ان؟ فقط غنمشي لا فونكسيون ديالي وغادي نعوض. بغي عندي انا اف دو اكس، بغيت انا اف دو ان يعني فيما كانت اكس غنعوضها، وهادشي راه عارفين نتوما. دونك عطينا 2 ا كاري، دونك 2 ا كاري موان 4 ا بلس 5، هادي ديال اف دو ا اونتر بارونتيز موان ديال بي بنفس الطريقة بلاص اكس غتكون بي 2 بي كاري موان 4 بي بلس 5 سيغ ا موان بي. شنو غنديرو دابا؟ فوالا غادي نحيدو لي بارونتيز ونحاولو نسامبليفيو هاد ليكسبرسيون. 2 ا كاري موان 4 ا بلس 5 موان 2 بي كاري بلس 4 بي موان موان 5 سيغ ا موان موان بي، غتعطينا 2 ا كاري موان 2 بي كاري. هنا باش نعملو واحد ليكسبرسيون فيه دو فاريابل، اشنو كنديرو باش نفاكتوريزي واحد ليكسبرسيون فيه دو فاريابل؟ كنحاولو نجمعو، كنحاول ماشي نجمعو، نقربو دوك لي كيتكتبو بنفس الطريقة لحدا بعضياتهم باش يتفاكتوريزيو بجوج، يعني كنفاكتوريزيو جوج بجوج. دونك هذا مع هذا غيجي حداه موان 4 ا بلس 4 بي، دونك موان 4 ا بلس 4 بي بلس 5 موان 5 راه غتختزل مشات، بلس 5 موان 5 مشات سيغ ا موان بي. لحد الساعة مازال ما عملنا. دابا باش نفاكتوريزيو قلنا كنفاكتوريزيو جوج بجوج، هنا غتلاحظ
بلي عندنا فاكتور وهنا كذلك بلي عندنا فاكتور. دونك شنو غادي ندير؟ نجي نكمل هنا. دونك هادشي هذا كتبوه على التمرين و درت معاه فيني. دونك ايتيغال. دونك هنا الفاكتور اللي عندنا شنو هو؟ بداية عندنا دو، هيا دو فاكتور ا كاري موان بي كاري. وهنا دائما عمل بهذا العدد اللي حدا اللي حدا، عمل بهذا العدد اللي حدا، اتفقنا؟ دونك عندي موان 4 ها هي موان 4 فاكتور ا، وهنا عندي بلوس 4 انا عملت بالموان، دونك اشنا تشد ليها هنا تشد ليها موان، دونك موان بي، بحيث الى نشرت هذه اشنا تعطيني؟ غتعطيني موان 4 ا موان في الموان تعطيني بلوس 4 بي، اتفقنا؟ سو ا سو ا موان بي. هنا غتبان ليك ايدونتيتي غوماركابل، دونك دو فاكتور ا موان بي فاكتور ا بلوس بي موان 4 ا موان بي سو ا موان بي. عندك تختزل هذه مع هذه، لا الله يرضي عليك، ما كنختزلو حتى كنديرو بحال هكا، حتى كنفاكتوريزيو ليكسبريسيون كولو ا موان بي. غادي طاحت هنا عندنا ا موان بي، وفي الطرف الاخر عندي ا موان بي، دونك غادي نفاكتوريزيو بها، وغادي يكون عندي هذا هو ليكسبريسيون ديالي ا موان بي فاكتور 2. هنا شوف هذه اللي بالاحمر تحيدات، غتبقى لي 2 فاكتور ا بلس بي موان موان 4، 2 فاكتور ا بلس بي موان 4 سيو ا موان موان بي ايتيغال. دابا نسامبليفيو بعد ا موان بي غتعطيني 2 فاكتور ا بلس بي موان موان 4، وهذا هو لو طو دو فاريسيون في هذا لوكا، هذا هو لو طو دو فاريسيون في هذا في هذا لوكا. دونك لو طو دو فاريسيون انتر اي بي ايتيغال دو فاكتور ا بلس بي موان موان 4. دونك حصلنا على لو طو دو فاريسيون، كيفاش غادي ندير لي تيت سين ديالو؟ دونك حصلنا على لو طو دو فاريسيون، كيفاش غادي ندرسو الاشاره ديالو في لي دو انترفال؟ دونك هنا étudions les variations. Je mets l'intervalle les variations de f sur l'intervalle moins l'infini moins l'infini 1. De f sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc je dis l'étude de variation. On a déjà dit A ou B en général F. Dit de f. Domaine de définition là. F. دابا غادي ناخدو ا و بي غنقسموهم، غنقسمو هاد الاغ هادي من موان لانفيني تال ان، وغنخدمو كذلك من ان بلوس لانفيني. دونك سوا ا بي ابارتيان ا موان لانفيني ان، بداية خديناهم في ار، دابا غادي ناخدوهم في مجال بمجال موان لانفيني ان، ثم غناخدوهم في ان بلوس لانفيني. شنو كيعني ا بي ابارتيان موان لانفيني ان؟ دونك هذا شنو كيعني؟ قلنا ا inférieur ou égal 1 et b inférieur ou égal 1 بجوج بهم صغر من واحد حيت بجوج بهم كينتميو لهذا المجال هذا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحاول ما امكن ناطر هذا العدد هذا، هاد الطو فاريسيون اللي عندي نحاول ما امكن انني ناطرو، عقلنا نشوف المهم درس الاشاره ديالو عندي اشنو فيه. هو فيه ا بلس بي، ا بلس بي انا عندي او بي، غادي نجمعهم غادي نضربهم في جوج عاد غادي نقص 4، غنجمعهم نضربهم في جوج ونقص 4. Donc A plus B, on a donc A plus B inférieur ou égal A زائد B أصغر. كان جمعه طرف بطرف، جمعت هذا الطرف مع هذا غنجمع واحد مع واحد غتعطيني جوج، اتفقنا؟ ثم غادي نلاحظ عندي A plus B fois 2 يعني غادي نضرب الطرفين في جوج. دونك ألوغ غادي نضربو دابا الطرفين في جوج، 2 فاكتور A بلس B. إلا ضربنا في عدد سالب راه الترتيب كيتغير، إلا كان مثلا هاد العدد كانت هنا ناقص 2 ولا ناقص 3، ضربتي الطرفين في ناقص 3 ولا ناقص 2 راه الترتيب الرمز غادي يتغير. دونك 2 2 فوا 2 2 فوا 2 ألوغ باغ سويت. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نقص 4، اتفقنا؟ غادي نقص 4 غتعطيني 2 ا بلس بي موان 4 انفيرو ايكال، هنا 2 فوا 2 هي 4 موان 4، دونك اتفقنا؟ دونك نقصنا 4 شنو غتعطيني؟
دو شنو هذا؟ 2 فاكتور ا بلس بي موان 4 2 فاكتور ا بلس بي موان 4 هو لو تو دو فارياسيون لو تو دو فارياسيون انفير و ايكال 4 موان 4 0 بهذه الطريقه هذه بينا ان تو دو فارياسيون سالب نعم قلنا كناخذوا او بي في الانترفال الاول اللي هو مولا فين على لي زانترفال اللي كيتعطاوك كتقول الا خدينا المجال ناقص ما لا نهايه عدد كيعني ان العدد ان او بي صغر من هذا العدد هذا او بي صغر من واحد جمعناهم كنمشي كنشوف التو دو فاريسيون شنو عندي فيه عندي ا بلس بي درنا ا بلس بي وجمعنا الطرفين هنا واحد زائد واحد كتساوي جوج ثم ضربنا هاد ا بلس بي فوا دو ها هي والطرف الاخر حتى نضربو في جوج غتعطينا اربعة ثم نقصنا اربعة من الطرفين وحصلنا على ان التو دو فاريسيون انفيرو ايكال زيرو اش كيعني هذا دونك اف اي دي كروسونت décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins l'infini. Bien d'abord un f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini. Deuxième autre intervalle. يعني نفس الخدمة اللي كنا درناها هنا غادي نعاودوها دابا دونك نفس الخدمة اللي كنا درناها هنا غادي نعاودوها دابا دونك سوا ا بي appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. دونك الا كان عندنا لانتيغفال موان لانفيني ا كنديرو اصغر الا كان عندنا ا بلس لانفيني كنديرو اكبر قلنا ا سوبيريو ايكال ان اي بي سوبيريو ايكال و ايكال ان شنو عندي انا هنا بنفس الطريقة عندي ا بلس بي دونك سينو نديرو ليكيفالونس ايكيفو ان ا بلس بي سوبيريو ايكال دو ا بلس بي سوبيريو ايكال دو équivalent غادي نضرب دابا الطرفين في جوج دونك عندي ان لي عندي انا عندي ا بلس بي سوبيرو ايكال 2 دونك نحاول نضرب الطرفين في جوج فوا 2 دونك غتعطينا ماشي غادي نشرف فقط غادي نحتفظ بها نغارديها دونك غتعطينا 2 فاكتور ا بلس بي سوبيرو ايكال و ايكال 4 دونك هنا غادي نقصو 4 من الطرفين باش نكون عندي هاد ليكسبريسيون هذا دونك غادي نقصو 4 من الطرفين غتعطيني 2 فاكتور ا بلس بي موان 4 سوبيرو ايكال 4 موان موان 4 دونك ايكيفوا قلنا هنا هذا هو التو دو فارياسيون ديالنا هذا هو التو دو فارياسيون دونك التو دو فارياسيون اونتر اي بي سوبيرو ايكال 4 موان 4 غتعطينا 0 دونك شنو بينا بينا ان التو دو فارياسيون موجب اش كيعني هذا كيعني ان دونك اف اي كروسونت كيعني ان اف اي كروسونت سور لانترفال 1 بلس لانفيني دونك بهاد الطريقه هادي باش كنبينو بلي ان اف دي كروسونت و اف دي كروسونت انطلاقا من اكسبريسيون د لا فونكسيون من بعد كيطلب منك ان هاد لي ريزولتا اللي وصلتي ليهم ديرهم ليه في الطابلو طابلو دو فارياسيون دونك طابلو دو فارياسيون دو اف كيسيون 2 طابلو de variation de f. Alors, dans le tableau, la machine va être de moins b sur 2a ou f de moins b sur 2a ou la machine va être le signe là. Tableau de variation de f. Et là, فقط les résultats اللي حصلت عليهم ديرهم لي في الطابلو لي ريزولتا اللي حصلت عليهم يعني فقط تصنت الطابلو ماشي شي حاجه اللي غتزيد انت ولا شي خدمه غديرها لا دونك ناخذ الطابلو دو فاريسيون دونك قلنا اكس هنا لي فاريسيون دو اف دومين دو ديفينيسيون موان لانفيني بلس لانفيني ولكن شنو هو العدد اللي غنديرو في الوسط ماشي غنمشي نحسب موان بي سيغ دو فوا لا شوف لي زانترفال اللي عندك في الاول عندي لانترفال موان لانفيني ان وهنا عندي ان بلس لانفيني يعني اللي كيقسم هذا هو واحد دونك موان لانفيني ان ان بلس لانفيني وكنمشي كناخد لي ريزولتا اللي عندي في موان لانفيني ان عندي لا فونكسيون ديالي ديكروسونت تلقنا لا فونكسيون ديالي ديكروسونت ou f1 plus l'infini عندي لا فونكسيون ديالي كروسونت 1 plus l'infini عندي لا فونكسيون كروسونت وهنا كندير ليماج دو 1 نمشيو نحسبوها f دو 1 ايت ايغال قلنا 2 اكس كاري يعني 2 فوا 1 كاري موان 4 فوا 1 بلس 5 غتعطينا 2 موان 4 بلس 5 دونك 2 موان 4 هي موان 2 بلس 5 غتعطينا 3 دونك هنا كنديرو 3 تفقنا دونك بهذه الطريقه هذه باش كنديرو طو دو فارياسيون شفنا ليكزومبل الاول في الفيديو الثاني ان شاء الله تعالى غادي نشوفو ليكزومبل الثاني وليكزومبل الثالث وهكذا